منذ تأهل المقاولون العرب لدور الأضواء قبل 37 عاما حفلت مواجهته مع الزمالك أحد عمالقة المسابقة بالإثارة والندية، رغم التفوق الكبير لمدرسة الفن والهندسة في هذه المواجهات. في 30 من نوفمبر عام 78 كانت المواجهة الأولى بين الفريقين بمشاركة محمد صلاح وحسن شحاتة في صفوف الأبيض، الذي تقدم بهدف عبد الرحيم محمد في الشوط الأول، فرد الأصفر والأسود بثلاثية في الشوط الثاني لعبودة وحمدي نوح ومجدي كامل. ورغم هذه البداية الصاروخية للعثمانيين، فرض الزمالك سطوته بعدها وحقق 39 فوزا بدأها في الجولة التاسعة موسم 79-80 بهدف لأحمد عبد الحليم، وأنهاها في الجولة التاسعة للموسم قبل الماضي وفاز بهدف أيضا من توقيع البركيني عبد الله سيسي. بدوره حقق المقاولون 6 انتصارات أخرى، كان آخرها بثلاثية دون رد في الجولة الثامنة لموسم 97-98، بينما فرض التعادل نفسه بينهما 16 مرة. بدأت في الجولة 17 لموسم 78-79 بهدف لمثله، وآخرها بهدفين لمثلهما في الجولة الثالثة لموسم 2009-2010. على صعيد الأهداف، سجل نجوم الزمالك 88 هدفا في مرمى المقاولون العرب الذي رد ب 39 هدفا. التاريخ يعطي أسبقية كبيرة للزمالك في مواجهة منافسه في المسابقة الأهم والأكبر في مصر، فهل يستمر هذا التفوق في لقاء اليوم أم يستعيد الذئاب نغمة الفوز بعد غياب 18 عاما؟